وفي تصريحات له خلال الجولة، أكد رئيس الوزراء أن هناك طفرات كبيرة تحدث في القرى المصرية التي تقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما أشار مدبولي إلى النقلة النوعية التي شهدتها عمليات تبطين الترع وخدمة الصرف الصحي، خاصة على صعيد التجديد والتطوير. أهم شيء في هذا المشروع النقلة الكبيرة جدا اللي بتحصل للقرى المصرية. يعني احنا النهاردة شفنا مع بعض اولا توسعات محطة مية كبيرة جدا هتخدم المركز كله مش فقط القرية، عشان تصل خدمة المية هنا 200 ألف متر مكعب يوم. طبعا خدمة الصرف الصحي موجودة، تفقدنا الحقيقة، انت اطمنت ان شبكة الغاز بالكامل دخلت في القرية، شبكة الاتصالات والفايبر والانترنت بقت موجودة جوه القرية، أعمال تثبيت التربة للطرق الداخلية، يمكن كان متبقي بعض الطرق الرئيسية أعمال الرصف، ودي عادية لأنها لسه بننهي بعض أعمال البنية الأساسية.